تجيبه يعمل دور رعب يعني الفيلم هيسقط، لانه هيشوفوه هيضحكوا مش هيقدروا ان هم يعني يعيشوا مع الفيلم. بس هي كانت مخاطره، لكن الحمد لله يعني فيلم من علامات مخاطره الحقيقه السينما. يعني الاستاذ كسبها يعني الحمد لله. بس وكمان الفيلم الحربي، هو قدم 3 افلام حربيه، قدم ابناء الصمت والعمر لحظه وحائط البطولات. يعني مفيش، بصي الثلاث افلام ابناء الصمت تحديدا، طبعا العمر لحظه، دول افلام تاريخ سينما. مظبوط. حائط البطولات مش عارفه ما اخدش حظه. هو تعطل عن العرض 12 سنة تقريبا، لأن هو إنتاج 99 تعرض بعديها ب 12 سنة، فكان الفيلم بقى قديم لما تعرض يعني وقت عرضه. لكن أبناء الصمت هو الفيلم الأيقونة، يعني من أحسن 100 فيلم في السينما المصرية، طبعا هو أنتجه وأخرجه. والفيلم ده اتصور بعد وقف إطلاق النار مباشرة مع بداية مفاوضات كيلو 101 اللي هي في نهاية أكتوبر 73. في نفس بالظبط سنة 73. بالظبط في نهاية أكتوبر. خطر جدا. الفيلم ده يعني بأمر من الرئيس السادات تم إعادة العبور مرة أخرى عشان محمد راضي يصوره. كان مدير التصوير أستاذ عبد العزيز فهمي طبعا العظيم، يا سلام. وكان ب 12 كاميرا، والجنود اللي صوروا العبور هم الجنود اللي عبروا. ويعتبر ده التاريخ الوحيد لنصر أكتوبر أو لحرب أكتوبر من خلال الفيلم ده، يعني ده تقريبا هيفضل للأجيال. تقريبا هو تقريبا اغلب المواد الفيلميه اللي بتستخدم للعبور بتكون من ابناء الصمت يعني. وفيلم زي فيلم الكرنك كمان برضو، والمعارك الحربيه كان من ابناء الصمت، وده مكتوب على التترات طبعا المخرج الكبير علي بدرخان. ويعني هو هو كان بيحب يوثق لمصر، وكان بيحب جدا يعني الجانر ده من الافلام، هو كان متميز فيه وكان بارع فيه. وبالاضافه زي ما قلت لحضرتك ان هو كان محب لمصر جدا، فيعني كان بيعمل الافلام دي بحب وباتقان شديد. وده على مستوى الافلام الحربيه. هو كمان عمل انواع كتيره، عمل الاجتماعي والكوميدي، وعمل فيلم سياسي والاكشن، عمل نوايات كتيره جدا. هو اللي كان بيميز محمد راضي الحقيقه، يعني زي ما يعني بيقال ان هو كان بيشوف المشهد صوره. أيوة. على مستوى التكنيك عنده كان عالي جدا، طبعا وكان بارع في تحريك الكاميرا. كان عنده قدرة ان هو يخلق ايقاع داخل اللقطة الواحدة بتغيير الاحجام والزوايا، فيقدر يعمل يعني المشهد بدون قطع ويكون فيه ايقاع. وكان كمان بيحب الممثلين قوي. انا كنت لسه هقول لك كمان تأثيره على الممثل واضح في افلامه جدا. يعني يكفي ده يتدرس اعتقد في معهد التمثيل، الانس والجن، ونموذج عادل امام كممثل كوميدي، وازاي هو قدر يحوله لممثل ينسينا عادل امام. وعادل امام كان في ذروه نجاحه ككوميديان. فلما يكون الممثل بالمستوى ده، اذا وراه مخرج عينيه عظيمه وعينيه شايفه ابعاد ممكن يبقى الممثل نفسه ما كانش واعي انها عنده. مظبوط. هو كمان كان بيجيد توجيه الممثل الحقيقه، عشان كده حضرتك بتلاحظي انه اغلب افلامه هتلاقي هو الممثلين واخدين فيها جوائز. يعني لازم جائزه التمثيل هتلاقيها موجوده في اغلب افلام. بس هو يعني لغايه ما يتوفى، يعني قبل ما يتوفى كان عنده احلام، يعني كان عنده والله مشروعات. كنت لسه هقول لك الشخص المقاتل العنيد اللي بيقدر يصنع من التحديات سلالم يطلع لحلمه من خلالها، زي ما انت قلتي لي ان في بداياته كان في معوقات كتير قدر يتغلب عليها بافكار جديده.